طب تعالى عملنا تقرير كده مع اسرتك، طباعتهم بقى وشعورهم بعد ما ايوه طبعا. انضميت للنادي الاهلي. جاهز معانا التقرير؟ طيب تعالوا نسمع. وبيحب الكورة يعني، بدأ الموضوع ده في أخوه الكبير صلاح، ما شاء الله برضك راح مزرع الدنيا دينا وراح المقاولين، وآخر حاجة كان في النادي الأهلي، بس ما حصلش نصيب يعني. وأبوه وهو صغير كده يعني عنده سنتين هو اللي بيدربه قبل ما يودوهم نادي يعني. وبعد كده بدأ في عبد الرحمن برضك وهو صغير نفس الموضوع، وبقى يشجعهم ما شاء الله يعني، هما الأولاد طالعين لباباهم يعني. وعبد الرحمن ما شاء الله يعني لاحظنا فيه اللي هو يعني مثلا لعيب كويس في المقاولين برضك، عمل بطولة كويسة وفي وادي دجلة وراح الفريق الأول. وكان حلمنا بقى طبعا النادي الأهلي، كمان الأهلي كبير في مصر وفي أفريقيا، وراح ونفسي قوي قوي يعني في الفريق الأول يعني عن قريب بإذن الله. إنسان محترم وحنين قوي يعني مع الكبير والصغير، كويس يعني ما تعبنيش بصراحة في تربيته يعني. أقول له ربنا يوفقك يا رب ويحقق لك أمالك وطموحك، وزي ما أنت بتمنى أشوفك، ده اللي بتمنى من ربي. طبعا ان عبد الرحمن يكون في نادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. النادي الاهلي من اكبر الانديه في مصر وفي الشرق الاوسط وفي افريقيا، فطبعا دي حاجه كبيره احنا حلمنا بيها كلنا ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي، وشرف عظيم جدا ان هو موجود في النادي الاهلي. وطبعا صاحب الفضل بعد ربنا في اللي احنا فيه ده هو الحاج رشدان والدنا، ودلوقتي هو في السعوديه يعني بتمنى له يرجع بالف سلامه. طبعا هو اللي فضل ورا عبد الرحمن لحد ما ان شاء الله الحمد لله بقى في النادي الاهلي. هو اللي تعب معاه وكان بيسهر معاه وبيروح معاه، طبعا بيوديه النادي وبيجي معاه وكان على طول داعم ليه. ومش بس كده، كان في اوقات طبعا بياخده كتير جدا بيمرنه على الحاجات السلبيه اللي كان بيعملها، وكنا على طول بنقوله على الحاجات الايجابيه ان هو ايه يزود فيها والحاجات السلبيه ان هو يغيرها. والحمد لله كل انديه مصر اتكلمت عليه الفتره اللي فاتت، بس طبعا اول ما جالنا مكالمه من الكابتن امير توفيق ان هو يبقى في النادي الاهلي طبعا كانت حاجه كبيره جدا، ونسينا كل حاجه ومشينا ورا النادي الاهلي. والحمد لله هو دلوقتي في النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله الفتره الجايه ان هو يبقى الفريق الاول ويبقى النادي الاهلي ده بوابته للمنتخب الاول ان شاء الله. وان شاء الله المرحله الجايه باذن الله بعد الفريق الاول ويحقق بطولات من النادي الاهلي ان هو يحترف في اكبر انديه في اوروبا باذن الله. هو عبد الرحمن بيميل شويه للاعب اللي بيحب يلعب برجله كتير، يعني هو مش مدافع بس، لا هو بيحب يبدا الهجمه من تحت، فعشان كده هو مثلا بيفضل كابتن احمد حجازي ده في مصر. بره مصر بيحب طريقه فان دايك في لعبه في الكوره وهدوءه، وفي قوه في القوه برضه بيفضل راموس. انا مش اخته بس، انا مامته بعد ماما طبعا، انا امه الثانيه. وهو عبده طبيعي حنين جدا وكويس جدا معانا كلتنا، واتمنى عبده اللي هو يحترف بره مش في النادي الاهلي بس. هو يعني لاعب كبير جدا واحنا فرحانين قوي اللي هو طبعا راح النادي الاهلي، نادي كبير طبعا في مصر وفي افريقيا، وان شاء الله نتمنى ان يكون هو فاتحة خير عليه ان شاء الله ويروح انديه بره ويلعب باذن الله في كاس العالم. هو اخي، هو اصغر مني بس هو حنين جدا، ويعني على طول قاعد معانا ونجتمع كلنا مع بعض، وقريب مننا كلنا يعني، من والدته ومن والده ومننا كلنا. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وعظيم جدا، واحنا مبسوطين قوي اللي هو بقى في النادي الاهلي، ونتمنى ان شاء الله نشوف الفريق الاول باذن الله قريب. علاقتي بيه كويسه، قريب مننا كلنا مش انا بس، انا واخواته. ويعني نظرتي ليه ان هو كلاعب انا شايفه ان هو يستاهل اكتر من كده، النادي الاهلي هو حلمه من صغره، وان شاء الله اشوفه قريب ان هو في الفريق الاول باذن الله. احنا عيله كرويه كلنا، بابايا كان بيلعب كرة وهو صغير، عمي بيدرب بره في السودان، واخويا عبده ان شاء الله كمل المسيره بتاعته وان شاء الله هيوصل وهيبقى اكبر لعيب باذن الله. لا احنا من صغرنا واحنا بنتمنى ان شاء الله ان هو يكون في الاهلي، وبنحب الاهلي من زمان، هو اكبر نادي في افريقيا، وطبعا اي لاعب يتمنى ان هو يوصل لنادي الاهلي. بحب عبده يعني بيلعب معانا كل يوم، واحنا بنحبه، هو دايما بيجيب لنا حاجات حلوه.